السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، كيف حالكم؟ اليوم بتحكي لكم هيك عن إشي مهم في الحياة، وهو الإيش؟ الـ Content Creator أو الـ Content Creation، يعني صانع المحتوى وصناع المحتوى. صناعة المحتوى أمر جدا رائع للناس اللي عندهم خبرة، وهاي الخبرة حابب إنه ينشرها أو ينقلها لأكثر من الناس، تمام؟ هلا أنا عندي الحمد لله خبرة طويلة في صناعة المحتوى، وانتم بتتابعوا المحتوى هذا عن طريق القناة وعن طريق اللينكدين، وبلاقي في عملاني هذا الاشي بيعطيني يعني سعادة اني انشر هذه العلم اللي عندي ويستفيد منه ناس كثير. طيب اللي احكي لكم في خبر لطيف، في شركة جديدة فتحتهم متواصلوا معي اسمهم مؤاب MUAB. هلا هاي الشركة عملوا سوشيال ميديا بتنزل، يعني بإمكان أي واحد يشارك فيها محتوى، صح؟ هلأ الحلو في عندهم إشي يونيك، إنه بإمكانك أنت تنزل إيش؟ محتوى مدفوع ومحتوى فري طبعاً. فبيجي صناع المحتوى اللي بيحب ينزل، مثلاً طبعاً بينزل دورة فري، بينزل بوست فري، بينزل يمكن إيمج بي دي أف وريفر، يعني في كتير شغلات متاحة بإمكانكم إنه تروحوا على المنصة وتشوفوها. بإمكانكم إيش تنزلوا برضو محتوى مدفوع للناس المتابعين عندكم، بإمكانهم ينزلوا هذا المحتوى المدفوع يشتروا، وطبعاً يعني صانع المحتوى بياخذ مصاري على هذا الإشي، والشاري طبعاً راح يستفيد، لأنه بالعادة الإشي اللي مدفوع بيكون شوي مور كواليتي ذان ذا فري وان، تمام؟ ف بإمكانكم تروحوا على المنصة هاي، الفيديو تاعهم الرابط تاعهم تحت راح يكون موجود في الفيديو ديسكريبشن، وتطلعوا بالضبط على المنصة هاي. ان شاء الله انا كمان راح انزل دورة فيها قريبا، يعني راح انزل دورة من دورات الفلاتر اللي عندي، هي راح تكون على الستيت مانجمنت، وراح احطها في المنصة هاي، فبامكانكم تتابعوني، تفوتوا على المنصة تابعوني هناك وتنتظروا الدورة لحد ما تنزل، لانه هلا حاليا في صدد التنزيل فيها. وما تنسوا انه صناعة المحتوى امر مهم يعني في الحياة، يعني اي واحد فيكم حب انه يصنع محتوى، حب انه عنده خبرة وحب يشارك الناس، بلش 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 في جميع المنصات يعني في العالم، يعني بلش اعمل محتوى وانشره للناس اذا عندك خبرة طبعا. وطبعا مش غلط انك تتابع الناس اللي عندهم محتوى وتشوف المحتوى تاعهم وتعمل انجيج، يعني تفوت في هاي الكوميونتي يعني مع صانع المحتوى او مع الناس اللي بتابعوا. وهذا هو اللي بدي احكي لكم اياه يا اصدقائي. بتمنى لكم زياره مؤاب، شوفوا المنصه، وطبعا الرابط راح يكون في الفيديو، وانتظروا الدوره تاعتي هناك للناس اللي حابين يتعلموا فلاتر ستيت مانجمنت تحديدا عن البروفايدر. ويعطيكم العافيه، اي سؤال بامكانكم تسالوني اياه تحت في الكومنتس، ولا تنسوا متابعتنا بالقناه. السلام عليكم.